لم تكن السن الصغيرة عقبة أمام خمس فتيات قررن بدء نشاط عملي في مجال صنع الإكسسوارات يدوياً وبيعها. وقررت الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و12 عاماً إطلاق مشروعهن لصنع الزينة البسيطة من أقراط وأساور وغيرها في 2020. ومع تفشي فيروس كورونا عالمياً ووصولها إلى مسقط رأسهن في رام الله مما اضطرهن للبقاء في المنزل، أرادت الفتيات الخمس تعلم أسس الحرفة. ورأينا في إجراءات العزل العام في الضفة الغربية فرصة مثالية لبدء التعلم بسن مبكرة. كنا ما بلشنا الحجر، فإحنا يعني كنا نزهق، نكون عند بعض ونزهق، ففكرنا بهاي الفكرة تاعت إنه مشروع إنه نسويه عشان إن يكون عندنا فكرة عن البزنس لما نكبر. فكرة الفتيات الصغيرات لاقت قبولاً من قبل أهلهن حينما شعروا أن أطفالهم بيتخذون خطوات نحو مشروع أو حلم كبير، وأعربوا عن فخرهم بذلك. طبعاً هذا المشروع شجع بناتنا، خلى بينهم منافسة، خلينا نقول، لكن المنافسة الإيجابية اللي هي بتنافسوا على مين يكون مين يعمل إشي أحسن. نفس الوقت كنا قادرين إن نسيطر على إنه ما يصير بيناتهم زي مشاكل أو غيرة. ولم يقتصر الأمر على تعلم وسائل وسبل بدء نشاط تجاري، بل اكتسبن أيضاً المزيد من الثقة، خلقت بينهن حالة من الانسجام والإيجابية. يعني أنا بنات الصراحة كانوا كتير خجولين مع هذا المشروع ومع البزارات اللي كانوا يروحوا يعني يشتغلوا فيها، ومع البسطة اللي كانوا هلأ بيعرضوها. كتير حسيت شخصيتهم اتطورت، حسيتهم إنه صاروا يعرفوا يحكوا مع الناس، بطلوا يخجلوا. وكما يقال رب ضارة نافعة، وهنا المقصود أن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا دفعت بهؤلاء الفتيات إلى الإقدام على خطوة قد تكون نحو العالمية مستقبلاً في مجال الزينة والحلي.